دائما مع قطاع العدالة ويطالب الكثير من الحقوقيين بتوفير الحماية للمحضر القضائي وإعادة النظر في بعض النصوص لما يواجهه هؤلاء من اعتداءات وشتم أثناء تأدية مهامهم. عادل زيدي وتفاصيل. مئات الشكاوي أودعها المحضر القضائي أو ما يعرف بالعامية باللوسي على مستوى محاكم الجمهورية، وتهم الاعتداءات الجسدية، الشتم وغيرها. فبمجرد نزول المحضر للميدان لتنفيذ بعض الأحكام القضائية تلاقيه مطاردات ورشق بالحجارة، وتصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء، مما قد يخاطر بحياته فور تنفيذ الحكم، خاصة ما تعلق بالإخلاء أو الطرد. ما عندناش احصائيات دقيقه على كل حال، لكن هناك يعني هناك نسبه، يعني هناك نقول لك ممكن ان هناك المئات من الشكاوي، هناك المئات من الشكاوي اللي قدم المحضر القضائيين الى وكالة الجمهوريه فيما يخص الاهانه يتعرضون لها يوميا. وهناك يعني حتى المحضر القضائي يتجاوز على بعض الاهانات، يديروه ما يسمعش، لانه كذلك الان اذا كان كل يوم يحرر محضر باهانه طبعا يخلي المحضر المكتب تاعو ويظهر في المحكمة. وبالتالي الآن المحضر القضائي حتى إذا كان جاء إلى العدالة من أجل يعني يرفع الشكوى ضد أي كان اللي قام بالإهانة تاعه، معناها الآن كانت هناك إهانة كبيرة أو اعتداء كبير. مخاطرة بالحياة ومضايقات بالجملة في ظل غياب قانون يحمي المحضر القضائي من الناحية المهنية. وقد قلت هذا أمام وزارة العدل، أمام إطارات وزارة العدل، وقد كتبت أحميني وإن وقعت تحت طائلة القانون أعزلني. مجازفة بالحياة هي يوميات المحضر القضائي من خلال تنامي ظاهرة الاعتداء وعدم وجود إحصائيات رسمية لقضايا الاعتداء على المحضرين سببها الصفح والتسامح.